احنا بنقول ان الدراسه الهولنديه دي مفيده جدا، انه فعلا الخلفه في سن كبير افضل بكتير. ليه؟ الست بتكون اولا عدت بتجارب حياتيه كتير، سواء في حياتها الشخصيه، علاقتها باصدقائها، حياتها في الشغل، بتكون اشتغلت، بتكون عملت لنفسها مجال وحياه وكارير. أيوة. يقدروا من خلال الحياه دي انها تقدر تربي اولادها على مبادئ وقيم وتجارب هي عاشتها. حتى لو مفيش حد هيساعدها في التربيه. طيب دي حتى لو جوزها مش متحمل مسؤوليه. فانا مع الدراسه انه طبعا السن الكبير احسن.